البنك المركزي بصنعاء يحذر من فئة 1000 ريال والتي تبدأ من هذا الرقم، والتي قامت الشرعية بطباعتها مؤخرا. لنشاهد التفاصيل. أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء بيانا بشأن استمرار التحالف والشرعية تدمير العملة الوطنية، موضحا أن بنك عدن بدأ يوم أمس الضخ للعملة المزورة في مدينتي عدن والمكلا لما يقارب ب60 مليار ريال يمني من أصل 400 مليار وصلت مؤخرا إلى مينائي عدن والمكلا. وقال البيان إن بنك عدن قام بتزوير للعملة الوطنية من خلال طباعة دفعة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال مشابهة لفئة 1000 ريال المطبوعة عام 1438-2017، مشيرا إلى أنه تم التدوين على الفئة المزورة المطبوعة مؤخرا أنها طبعت في عام 2017. وأكد البنك المركزي في صنعاء أن تزوير العملة الوطنية يأتي استمرارا لجرائم دول العدوان ومرتزقتها الهادفة إلى تدمير الاقتصاد والعملة الوطنية، مجددا التأكيد أنه سيظل صمام أمان للاقتصاد الوطني، وأنه سيفشل محاولة دول العدوان ومرتزقتها كما نجح في إفشال المحاولات السابقة وفق البيان. وأوضح البنك للمواطنين أن ورقة العملة المقبولة تداولها من فئة 1000 ريال المصدرة عام 1438 هجرية 2017 ميلادية هي التي يبدأ رقمها التسلسلي بحرف ألف، بمعنى أن أي عملة مشابهة من فئة 1000 ريال مدون عليها 2017 ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير ألف هي عملة مزورة ويمنع التعامل بها وحيازتها أو نقلها.